السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا بالدرس السابق إعراب الفعل المضارع، وقلنا بأن الفعل المضارع هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طبعا قلنا بأن الفعل المضارع هو معرب لأن تتغير حركته إذا دخلت عليه أداة النصب تحت نصبه، وإذا دخلت عليه أداة الجزم تحت جزمه، فهو معرب مو مثل الفعل الماضي مبني. إذا هنا عندنا نصب الفعل المضارع. ينصب الفعل المضارع إذا سبقته إحدى أدوات النصب ومنها أن، مثل يعجبني أن تساعد الناس، ولن، مثل لن تبلغ النجاح إلا بالجد والاجتهاد. إذا أدوات النصب هي أن ولن، أن ولن. الفتحة علامة نصب الفعل المضارع. عندنا هذا التمرين، شوفوا أولا: أود أن يتحقق التقدم والازدهار لبلادي. عندنا إذا نريد نعين أدوات النصب، نجر عمود نكتب أدوات النصب والأفعال المنصوبة، وبين علامة نصبه. طبعا ثلاث عوامل: واحد أداة النصب والفعل المنصوب وعلامة نصبه. عندنا أولا أن، أود أن يتحقق. أن أداة نصب تنصب الفعل المضارع، يتحقق فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لن أتأخر عن الموعد، لن هذه أداة نصب تنصب الفعل المضارع، أتأخر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أتمنى أن يفوز، أن أداة نصب تنصب الفعل المضارع، يفوز فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. لن يضيع الله أجر من أحسن عملا، لن أداة نصب طبعا ساكنة النون مالتها، يضيع فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. خامسا يفرحني أن تنجح، أن أداة نصب تنصب الفعل المضارع، تنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفعل المضارع. عندنا ملاحظة لازم تعرفوها، عندنا احنا من بداية السنة إلى هسه وصلنا ماخذين إن وأن، وهسه أخذنا أن، بس لازم تفرقون بين هاي الثلاثة. إن اللي النون عليها شدة هاي تفيد التوكيد، هذه تدخل فقط على المبتدأ والخبر، يعني على الجملة الإسمية، تأتي دائما في بداية الجملة، تدخل فقط على المبتدأ والخبر. أن تدخل فقط على المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ وترفع الخبر وتكون في وسط الجملة وتفيد التوكيد أيضا. إذن هذه إن وأن اللي النون عليها شدة هاي تدخل على الجملة الإسمية على المبتدأ والخبر، لا تخربطون بيناتهم. بس هاي أن اللي نونها ساكنة، هذه تكون النون عليها سكون، تدخل فقط على الفعل المضارع وتنصبه، تنصب الفعل المضارع، مثل إن العلم نور. هاي بالنسبة للمبتدأ والخبر. أن يسرني أن المتفوقين مسرورين، هاي إن وأن هاي فقط على المبتدأ والخبر. مثال ثاني: علمت أن المتفوق مسرور. إذن هاي الجمل الثلاثة هاي جمل اسمية، يعني مبتدأ وخبر. حتى بس أذكركم، يعني إن وأن هذه على المبتدأ والخبر، على الجملة الاسمية تدخل. لكن بالنسبة للدرس اللي عندنا هو اليوم نصب الفعل المضارع، هي أن، أن تكون نونها عليها السكون. يجب عليك أن تغسل الفاكهة، إذن هذه أن أداة نصب تنصب الفعل المضارع وعلامة نصبه الفتحة. أحب أن يلتزم الإنسان بالموعد، إذن هذه أن الناصبة اللي تنصب الفعل المضارع. هسه ما عرفتوا أعزائي التلاميذ، أدوات نصب الفعل المضارع هي أن، لن، أن، لن. يعجبني أن تأكل الفاكهة، لن ينجح المهمل. هذه بالنسبة لأدوات النصب فقط اثنين، أن ولن. هسه عندنا أدوات جزم الفعل المضارع. يجزم الفعل المضارع إذا سبقته إحدى أدوات الجزم ومنها لم، مثل لم يشارك أحمد في اللعب لإصابته. بقى لم هذه أداة جزم تجزم الفعل المضارع بالسكون.
عندنا لا الناهية مثل لا تأكل فاكهة قبل غسلها. لا الناهية شو تسوي الفعل المضارع؟ تجزم بالسكون. وعندكم يجزم الفعل المضارع وتكون علامة جزمه السكون. هسه أدوات جزم الفعل المضارع هي لا الناهية مثل لا تؤجل عمل اليوم إلى غد. عندنا لم، لم يلد ولم يولد. هاي مرتين، لم يلد ولم يولد، جزمة الفعل المضارع بالسكون، يلد يولد. عندنا بقت لا النافية، هاي لا النافية مو لا الناهية، لا الناهية تجزم الفعل المضارع بالسكون، لا النافية هي التي لا تجزم الفعل المضارع. لا النافية مثال، يعني يبقى الفعل المضارع مرفوع بالضمة. مثال: لا أقول إلا الحق. لا أقول، شوفوا بقت مرفوعة بالضمة. لا تقرأ والضوء خافت. هسه عرفتوا أدوات جزم الفعل المضارع هي فقط اثنين، لم ولا الناهية. أما لا النافية هي التي لا تجزم الفعل المضارع بالسكون، تبقى مرفوعة. أعزائي التلاميذ، عندنا الموضوع الأخير اللي داخل بالامتحان هو الأفعال الخمسة وإعرابها. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ترفع الأفعال الخمسة وعلامة رفعها ثبوت النون مثل التلاميذ يحترمون معلميهم. إذا أريد أعرف يحترمونه فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو واو الجماعة في محل رفع فاعل. تنصب وعلامة نصبها حذف النون كقوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبونه. لن أداة نصب تنصب الفعل المضارع، هنا تنالوا هي كانت تنالونه بس لن حذفت النون لأن أداة نصب، فنقول تنالوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو واو الجماعة في محل رفع فاعل. تجزم علامة جزمها حذف النون أيضا كقوله تعالى: قالت الإعراب آمنة قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن لم أداة جزم تجزم الفعل المضارع، هنا جزمته للفعل المضارع وحذفت النون. تؤمنوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. تعرب، تعرب واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة، هاي واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة اللي اتصلت بالفعل المضارع تعرب فاعل. إذن أعزائي التلاميذ، الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع شو اتصل بي؟ اتصل بي واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، بس ثلاثة يعني، بس واو الجماعة، ألف الاثنين وياء المخاطبة، هاي تعرب في محل رفع فاعل. عندنا واو الجماعة مثل يحافظون، تحافظون، يحافظاني، تحافظاني، هاي بالنسبة لألف الاثنين. بالنسبة لياء المخاطبة تحافظين. راح تقولون ليش سموها أفعال خمسة؟ ليش سموها أفعال خمسة وهي تتصل بها بس ثلاثة، واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة؟ أنا راح أجاوبكم وأقولكم سميت أفعال خمسة لأن الجواب هو هذا. لماذا سميت خمسة وهم ثلاثة فقط؟ واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، ثلاثة. ليش سميناها خمسة؟ الجواب هو يلعبون مثلا، يلعبون لأن الواو واو الجماعة تأتي بصيغة الغائب، نقول يلعبون، هاي الياء تعود للغائب. تلعبون لأن واو الجماعة تأتي بصيغة المخاطبة، هنا التاء بالنسبة للمخاطب، هاي صاروا اثنين. عندنا هسه ألف الاثنين يلعباني، هنا ألف الاثنين تأتي بصيغة الغائب، هاي الياء للغائب. تلعباني، ألف الاثنين تأتي بصيغة المخاطب، من المخاطب هاي التاء، هاي صاروا أربعة. أما ياء المخاطبة ما نقدر نقول يلعبينه، إحنا الخاطب
الفتاة نقول تلعبين، إذا تلعبين هنا ياء المخاطبة تأتي بصيغة المخاطبة أي اتصالها بياء المخاطبة. إذا صاروا خمسة، ولهذا ما نقول هم ثلاثة، هم ثلاثة اتصلت بها الواو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة، لكن صارت خمسة لأن عندنا بصيغة الغائب والمخاطب، الغائب والمخاطب هنا فقط للمخاطب، ولهذا سميت أفعال خمسة. ويعرب الواو الجماعة في محل رفع فاعل، الألف الاثنين في محل رفع فاعل، والياء في محل رفع فاعل. بس آخر شيء راح أقولكم عندكم الجملة الأخيرة، أكثر الطلاب يخافون من هاي الجملة، أعرب لكم إياها هنا. أنت ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، تجدين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ياء المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل اختيار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف الأثاثي مضاف إليه مجرور بالكسرة. والجملة من أنت تجدين اختيار الأثاثي في محل رفع خبر للمبتدأ. إن شاء الله يعني افتهمتوا من الشرح مالتي، إن شاء الله أسوي لكم أسئلة حتى تجاوبون جواب واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.